معنا بعض من كلمة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والتي أتت غداة محاولة اغتيال دونالد ترامب. أبرز ما جاء فيها بأنه لا يوجد في أمريكا مكانا للعنف ولا يمكن أن يكون العنف في البلاد عاديا، وأن السياسة لا يجب أن تكون ساحة قتال ويجب أن يكون الجدل سلمي، وأننا نواجه مرحلة ووقت اختبار. وسأتحدث خلال جولتي بقوة من أجل الديمقراطية والقانون، وبأنه يجب التمييز بين معدن المرشحين وأن الرؤى المختلفة تحل سلميا وليس عن طريق العنف. على كل، للتعليق على هذا الخطاب ينضم إلينا من أوهايو الباحث في الشأن الأمريكي خالد الترعاني. سيد خالد، مرحبا بك مجددا معنا في التلفزيون العربي. إذا لو تعلق على هذا الخطاب، كلمات بايدن، أبرز ما جاء فيها. نعم، تحية لك ولمشاهديك أختي الكريمة. خطاب الرئيس جو بايدن يعني هو خطاب الأب للأمريكيين، خطاب الرئيس كما يجب أن يكون خطاب الرئيس. هو يريد أن يربط على كتفي أمريكا أننا سوف نكون بخير. هذا متوقع، يعني هذا أقل المتوقع الحقيقة من الرئيس. يضع جانبا كل الاختلافات والخلافات السياسية بينه وبين المرشح الآخر للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ويحاول أن يجمع الأمريكيين معا. رأينا هذا بعد 11 عفوا من سبتمبر، كيف أن الرئيس جورج بوش ذهب إلى نيويورك وتحدث مع رجال الإسعاف ورجال الإطفاء وما إلى ذلك. نعلم دائما عندما يكون هناك حدث كبير مثل الذي حصل بالأمس، محاولة اغتيال مرشح الرئاسة، يأتي الرئيس الأمريكي ويحاول أن يجمع الأمريكيين معا. هذا الذي سمعناه، ولكن وأيضا اتخذ أو الرئيس جو بايدن أو حملته الانتخابية اتخذوا خطوات عملية حقيقية. على سبيل المثال، أوقفوا كل الدعايات الانتخابية من قبل حملة جو بايدن ضد ترامب، أوقفوا هذا مؤقتا إلى أن يتعافى دونالد ترامب وما إلى ذلك. فهذا الخطاب متوقع، ليس فيه شيء غريب، ليس فيه شيء جديد. هو لا يتحدث إلا عن أمريكا ووجوب أن يجتمع الأمريكيون على كلمة سواء دون أن يكون هناك عنف، لأنه كما قال لا يوجد هناك مكان للعنف في أمريكا. طب هذا فيما قاله جو بايدن، ماذا عما قاله دونالد ترامب عقب محاولة اغتياله؟ أبرز ما ميز وما يلفت النظر بأنه قال بأن الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصوره. عن ماذا يعبر ذلك بشخصية دونالد ترامب برأيك؟ يعني هو كلام صحيح، فقط الله هو الذي حال بين دونالد ترامب أو رأس دونالد ترامب وهذه الطلقة التي أطلقت عليه. هو فعلا فقط الله، ولكن بما نعرفه من دونالد ترامب وهذه الأنا المتضخمة عند دونالد ترامب، فهو يريد أن يقرن بأن الله وضعه في المكان الصح، أنه يتم إنقاذه حتى لا يكون هناك أي تداعيات أخرى أسوأ للولايات المتحدة. نعرف أن دونالد ترامب كرئيس وكشخص في الحقيقة هو فعلا متمحور حول ذاته، حتى قد يكون بطريقة مرضية، وهذا يعني ما أدلى به الكثير من المتخصصين في مجال علم النفس الذين تحدثوا عن شخصية نرجسية ممعنة في نرجسيتها وفي تمحورها حول ذاتها. لذلك لابد أن يؤخذ هذا الخطاب أو هذا الحديث، بالرغم من أنه هو فعلا حقيقة وصحيح، بغض النظر أي كان إيمان الشخص، إن كان مسلما مسيحيا يهوديا أو لا دينيا، هو فالله هو الذي منع هذه الكارثة كما يقال عن الشعب الأمريكي، ولكن لابد أن تؤخذ بسياق المتحدث وهو دونالد. وهو ما قصدته يعني في سؤالي سيد خالد، لأننا نأخذ بسياق المتحدث وهو دونالد ترامب. نعم، يعني وهذا التمحور حول الذات والأنا المتضخمة ظهرت مباشرة، طبعا ظهرت عندما رفع يده وقال أنه يعني صامد كما يقال. ولكن أيضا عندما سمعنا من جي دي فانس على سبيل المثال، وهو عضو مجلس الشيوخ من ولاية أوهايو وأحد أبرز المرشحين، لأن
يستلم منصب نائب الرئيس في حملة الرئيس دونالد ترامب جي دي فانس، وهو من الحزب الجمهوري ومن اليمينيين في الحزب الجمهوري، عندما وجه اللوم إلى الرئيس بايدن وقال أن شيطنة ترامب ووصفه بأنه فاشي هذا كله، أو أن جعل فاشية ترامب بأنها الشيء الرئيسي أو الخطاب الرئيسي في حملة جو بايدن، قد أدت إلى اغتيال أو محاولة اغتيال بايدن. أحد أعضاء الكونغرس أيضا مايك كولينز قال أن الأمر لاغتيال ترامب جاء من عند بايدن، بمعنى سوف نجد وبشكل مضطرد أنا أعتقد خلال الأيام القادمة الأشخاص والكثيرين من الحزب الجمهوري بل والمتنفذين بالحزب الجمهوري مثل جي دي فانس، نعم، ومايك ربما الاستناد على هذه المقولات سيد خالد، لأنهم يتهمون بايدن وجمهور الديمقراطيين بأنهم هاجموا ترامب، اعتبروه تهديد للديمقراطية، وحتى أنه وصل بجو بايدن عندما قال بأنه لو أصبح رئيس الجمهورية دونالد ترامب هدد وتخوف من حمام دم في الولايات المتحدة، ربما على خلفية ذلك. نعم، وهذا كلام صحيح. أنا أعتقد أن حديث جي دي فانس ومايك كولينز والحديث عن أن اتهام دونالد ترامب بالفاشية هو الذي أدى إلى مثل هذا الحدث، قد يؤدي بالبعض إلى الإحجام عن اتهام دونالد ترامب بأنه فاشي وبأنه يهدد الديمقراطية الأمريكية. كمستقل وكمواطن أمريكي أقول لك وبدون تردد، فعلا دونالد ترامب هو شخص فاشي وأفكاره فاشية وخطابه شعبوي ووجوده في سدة الرئاسة قد يكون أو قد يؤدي إلى حمام دم في الولايات المتحدة. لا أقول هذا يعني فقط لأن هذا رأيي دون أن يكون هناك أسانيد. الأسانيد أنه عندما تحدث في 6 يناير 2019 ووجه مؤيديه إلى الكونغرس، مقر الكونغرس الكابيتال في واشنطن، وأدى هذا إلى قتل واحدة من المشاركات وأدى إلى تحطيم في الكابيتال هيل، بمعنى هذا الحديث وليس جديدا على دونالد ترامب. براود بويز وهم مجموعة متطرفة جدا، جزء منهم الآن في السجن بسبب مشاركتهم في هذه العمليات، قال لهم ستاند باي، كونوا جاهزين في خطابه في المناظرة الرئاسية بال 2019. هل هذا الكلام سيد خالد يصب أيضا فيما حذرت منه نيويورك تايمز من انزلاق البلاد نحو المزيد من العنف والخطاب المتطرف الذي يغذي العنف؟ نعم، يعني إذا أردنا أن نكون فلسفيين بعض الشيء، قد نقول أن نجاة دونالد ترامب من هذا الحادث، محاولة الاغتيال، قد تؤدي فعلا إلى أنه سوف يصبح الرئيس، وقد تكون هي فعلا بداية النهاية للولايات المتحدة الأمريكية كديمقراطية كما نعرفها. بمعنى أنه لو أن السيناريو كان مختلف وأن هذه الطلقة لم تفشل بإصابة دونالد ترامب وقتل دونالد ترامب، قد يؤدي هذا إلى مجيء شخص آخر أقل نرجسية وأقل فاشية من دونالد ترامب، وقد يؤدي هذا فعلا إلى أن ترجع الولايات المتحدة بعض الشيء عن هذا الخطاب الشعبوي وهذا التطرف واليمينية في التوجه، وقد يؤدي هذا إلى إطالة أمد الولايات المتحدة. الاعتقاد عند البعض وعند الكثيرين الذين يرون في فاشية دونالد ترامب وخطابه الشعبوي وتمحور حول نفسه، يعني هي هذه الخلطة، خلطة النرجسية مع التطرف والفاشية، تؤدي إلى أنه يقول أن الملك والملك أنا، I'm the king and the king I am، وهذا يؤدي إلى أن عبادة الأصنام في الولايات المتحدة ما زالت حية وترزق، بمعنى سوف ينظر إليه وكأنه فعلا ملك متوج كما يراه البعض، وهذا يؤدي إلى خطر على الديمقراطية الأمريكية، مما يضعف موقف الولايات ومركز الولايات المتحدة في العالم. بمعنى عندما تكون متمحورة حول دونالد ترامب وشخصية دونالد ترامب، هي لا تستطيع مواجهة الصين ولا تستطيع مواجهة روسيا
لا تستطيع مواجهة التحديات بالرغم من كل هذه المخاطر التي تتحدث عنها سيد خالد، بنهاية الأحوال الشعب الأمريكي هو الذي سيحدد من يريد أن يكون رئيسا له في صناديق الاقتراع. أود أن أسألك سيد خالد، هل توافق على ما قاله النائب الجمهوري ديريك فان أوردن أن رئيس ترامب نجا من الموت ولكن فاز في الانتخابات؟ بالطبع، يعني أنا أعتقد هذا هو كان احتمالية فوزه بالانتخابات عالية جدا قبل محاولة الاغتيال هذه، ولكن أعتقد أن محاولة الاغتيال ونجاته منها قد عززت من فرصه بالنجاح بدون أدنى شك. هناك الآن يعني سيصبح أنه هو هذا الشخص الأسطوري بهذه القوة والصورة الأيقونية التي سوف يتم استخدامها إلى ما لا نهاية في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، هي صورته والدم يقطر من وجهه وقبضته عالية بمعنى يرمز إلى الصمود. في مقابل ذلك، هل هذا الحادث يزيد الضغوط على بايدن للانسحاب؟ نعم، يعني هذه نقطة جدا مهمة. أنا أعتقد أن ارتفاع أسهم دونالد ترامب الآن سوف يؤدي إلى المزيد من الأصوات خصوصا داخل الحزب الديمقراطي والدعوة إلى جو بايدن للتنحي، خصوصا أننا يعني بعيدين حوالي شهر وأسبوع عن مؤتمر الحزب الديمقراطي، بمعنى أمامنا تقريبا 35-36 يوم إلى موعد مؤتمر الحزب الديمقراطي، مما يعني أن هناك وقت للديمقراطيين كي يرتبوا بيتهم الداخلي. هناك نقطة أريد أن أشير إليها، يعني شوي مختلفة عن كل ما نتحدث به، أن الخطاب الآن بايدن يتحدث أننا يجب أن نأتي معا كجمهورية أمريكية ويجب أن نتوقف عن الحديث عن العنف، الحديث عن دونالد ترامب ومحاولة اغتياله، ولكن هناك نقاش في الولايات المتحدة الآن لا أحد يتحدث عنه، وهو أنه في الولايات المتحدة هناك أغنى 3 أشخاص في أمريكا يملكون نصف ما يملكه الشعب الأمريكي من الأسفل، بمعنى 50% من الشعب الأمريكي الأفقر يملكون ما يملكه أغنى 3 أشخاص في الولايات المتحدة. هذه الفروقات الطبقية الهائلة في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة كأعظم وأغنى دولة في العالم ما زال الفقر موجود فيها، والتأمين الصحي غير متوفر لعشرات الملايين من أبناء أو المواطنين الأمريكيين. هو هذا النقاش الذي يجب أن يكون، بدل أن يكون هذا النقاش الآن الحديث عن دونالد ترامب ومن أطلق النار على أذن دونالد ترامب. شكرا لك خالد الترعاني، الباحث في الشأن الأمريكي من ولاية أوهايو.